بالنسبة لحديث الكساء، يعني حديث الكساء حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليا وفاطمة ثم أدخلهما في كساء، كساءه العباء البشت، فأدخل جعل عليا عن شماله وفاطمة عن يمينه ثم غطاهم الكساء، ثم جاء الحسن ودخل، ثم جاء الحسين ودخل، فجل لهم النبي الكساء، غطاهم بالكساء هكذا، طيب لمهم هكذا، ثم قال صلاة ربي وسلامه: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. ودائما أن نحن عندما نناقش الشيعة في هذه المسائل، وأقصد بنحن أنا وآخرون وآخرين، ما أقصد نحن، أتكلم أنا بالجمع. طيب، يعني عندما نناقشهم في هذه القضية نقول لهم: أولا، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم الذي تتهمونه بالنصب، وترويه عائشة رضي الله عنها تتهمونها بكراهية أهل البيت. هذا أولا. ثانيا، ثالثا، هذا الحديث هم يعجزون عن أن يثبتوا له إسنادا واحدا صحيحا من كتبهم، بينما نحن نرويه ونثبته. هذا ثالثا.